If we all open our eyes to see, he is all that we need right now. Welcome you to the grand finale of the Islamic International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear people, man finds means to live with pleasure when I am with him and goes astray. They are the enemy, so beware of them. This is the summary of our credit card expenses this month. This island is only for cash. Oh, yeah? Dikhawa, shaitan ka hathiyar hai. ربي وربك ورب الناس أجمعين. With Allah's help, this will be a memorable event. Missing the beat, throwing the heat, gotta get fired to change your life, or it's the fire you keep. 'Cause time is but a token, every man's at a loss, no matter if you're young. Rise up, stand tall. Even if you're on your own, anchor your faith in Allah, serving Him alone. Invite to His path. Great rewards you will receive. He'll provide you from sources you couldn't even conceive. The future belongs to you, as Allah's promise is true. Grade 2 girls in an Arabic play, Dauru, Talibatil Mahadil Islami Al Alami. في إصلاح الأسرة والمجتمع. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين طوبى وبشرى أختان، أكبرهما طوبى يتدرس في المعهد البريطاني الأهلي British Public School، وهي لا تطيع أبيها ولا تسمع كلامهما ولا تصلي صلوات الخمس ولا تقرأ القرآن. كانت أم طوبة تبحث لبنتها الصغيرة بشرى عن معهد يجمع بين العلوم العصرية والإسلامية. فمرة رأت بعض البنات تهتم بالحجاب والآداب الإسلامية فسألت متعجبة: هل أنت مستعدة للمسابقة؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا حفظت الحديث أيضا، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. أين تدرسنا أيتها البنات؟ هنا يدرسنا في المعهد الإسلامي الآلمي IIS. ما شاء الله، هؤلاء بناتي أفتخر بهن. كل واحدة تحفظ كثيرا من سور القرآن وتهتم بالحجاب وتتأدب بآداب إسلامية وتصلي الصلوات وتكرم الوالدين. بنت طوبى أدخلتها في المعهد البريطاني الأهلي لتكون مثقفة بالعلوم العصرية كالهندسة والطب وغير ذلك، ولكن يا سفاك، لا علاقة لها بالآداب الإسلامية، وقد عزمت لنا أن أدخل بنتي الصغيرة بشرى في المعهد الإسلامي العالمي. فيسر الله لبشرى أن تلتحق في المعهد الإسلامي العالمي، وبدأت تدرس فيه بكل نشاط وحماس. وبعد أيام حضر في بيتها ضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكنا.
كيف حالكن؟ بخير. بشرى، يا أختي علينا أن نأكل باليمين ونشرب باليمين. ما الفرق بين اليمين والشمال؟ عفوا يا عمتي، يجب علينا أن نتبع السنة في كل شيء حتى الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأكل باليمين ونشرب باليمين. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. ما كنا نهتم بالأدب الإسلامي في أكل وشرب، فشكرا لك يا بنتي. بارك الله فيك. لو ذكرتي لنا بعض الآداب الإسلامية الأخرى لعملنا بها في حياتنا. أبشري يا أمتي، علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤدي حقوق الجيران ولا نؤذيهم ونكرم الضيوف ونتحلى بالأخلاق الكريمة ونتكلم بكلام حسن، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. جزاك الله خيرا. أين تدرسين يا بنيتي؟ أدرس في المعهد الإسلام العالمي Islamic International School. الحمد لله، ما شاء الله، تبارك الله. بنتي بشرى هي التي قد غيرت بيئة البيت وأصلحت جميع أفراد الأسرة، وهي تساعدني في كثير من أمر البيت، وهي تصلي الصلوات على وقتها. الحمد لله، إني سعيدة جدا، والفضل في ذلك كله بعد توفيق الله عز وجل. يجو إلى الداعي الكبير المعروف الدكتور زاكي نايك الذي أسس معهد الإسلامية لتربية الدين المسلم تربية إسلامية، فجزاه الله خير. لما أراد الضيوف أن يقمنا نادت الأم طوبة لقاء الضيوف، وكانت مشغولة بالنائب ولم تسمع كلام الأم. انتظرنا طوبة. وينك يا طوبة؟ I am going to play. My friends are waiting for me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أختي، علينا أن نحترم الأبوين ونكرمهما فلا نقول لهما أف. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيا أختي الكريم، الأم تستحق الإكرام وحسن الخلق. I am extremely sorry. لا بأس عليك. الله أكبر. هيا نصلي، لأن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأمل أحب لله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. اليوم عرفنا
أهمية أداء الصلاة على وقتها. شكرا لك يا أختي بشرى. بارك الله فيك. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعدان سيد، أدرس في الصف الرابع الابتدائي. أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم سورة الشمس برواية خلف عن حمزة رحمهما الله. أعوذ اللہ کا کلام کیا ہے بندوں کے لیے پیغام کیا ہے مقصد حیات سمجھے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے نور پھوٹے زندگیوں سے تاکہ مستحکم ہو ایمان روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان نور قرآن آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر میرج اور ڈیوورس سولوشن اور پرابلم ہیون اور ہیل یو چوز Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy.
It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Better Half. Aaj raat 8 baje aur dobara subah 10 baje India mein. Peace TV Urdu par. ضروری ہے اس کی عبادت اس کی رضا جس نے کی سانسے عطا دونوں جہان بنائے زمین اور آسمان بنائے ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی ایمان اور زندگی اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر یونائٹنگ دا مسلمز از آور گول ایوری ون ہیئر دیئر از اے پیویٹل رول جیلسی and hatred will lead us to sin. With truth and brotherhood, we will win. Here comes the peace train beckoning you, driven by the peace-loving soldiers of grade 1 and 2. Peace train sounding loud, Clyde on the peace train. Come on, peace train. Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. Someday it's going to come, come take me home again. Ooh, come on, peace train. Yeah, someday it's going to come. Come on, peace train. Ooh, come take me home again. Oh, peace train sounding loud, glad on the peace train. Ooh, come, come on, peace train. Isekaya, 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 Isekaya. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take us home again. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. Someday it's going to come, come take me home again. Ooh, come on, peace train. Yeah, someday it's going to come. Come on, peace train. Ooh, come take me home again. Someday it's going to come. Someday it's going to come. Someday, someday, someday it's going to come. Oh, I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Isekaya, 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 Isekaya. Oh, peace train sounding loud, glad on the peace train. Ooh, come on, peace train. Yeah, yeah, yeah. Someday it's going to come. Come take me home again.
Come on, peace train. Someday it's going to come. Come on, peace train. Come take me home again. Come take me home again. Come take me home again. Come take me home. Come take me home. Come take me home again. Someday it's gonna come. Come take me home again. Come take me home. Come take me home. Come take. Come on, peace train. Someday it's going to come. Come take me home again. Come on, peace train. Someday it's going to come. Come take me home again. Come on, peace train. Someday it's going to come. Come take me home again. Come on, peace train. Someday it's going to come. Come take me home again. Come on, peace train. Peace train. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عائشة مجابر، أدرس في الصف الثالث الابتدائي. أقدم بين أيديكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الترجمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. Narrated Anas ibn Malik رضي الله عنه, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, whoever possesses the following three qualities will have the sweetness of faith. First, the one to whom Allah and His Messenger becomes dearer than anything else. Second, who loves a person and he loves him only for Allah's sake. Third, he should revert to disbelief as he hates to be thrown into the fire. Sahih Bukhari, Volume Number 1, Book of Faith, Hadith Number 16. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خديجة كوريا، أدرس في الصف الثالث الابتدائي. أقدم بين أيديكم دعاء القنوت مع الترجمة. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. O Allah, guide me among those whom you have guided. Guard me among those whom you have guided. Take me in your charge among those you have taken in your charge. Bless me in what you have given. Protect me from the evil you have decreed. For verily, you decreed, and nothing is decreed on you. He is not disgraced whom you befriend. He is not honored whom you take as an enemy. Blessed and exalted are you, O our Lord. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين أيديكم مريم المار من الصف الثاني الابتدائي. أقدم أمامكم
حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الترجمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري. Narrated Abu Huraira radiallahu anhu that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, there are two expressions which are very easy for the tongue to say, but they are very heavy in the balance and are very dear to the beneficent Allah. And they are Subhanallah wa bihamdihi and Subhanallah al-Azim. Sahih al-Bukhari, Volume 8, Book of Invocations, Hadith number 6406. My guess is I'm in you.